Adam, it's very important for Morocco's development. We've talked about a lot of the significant infrastructure improvements they've made over the past decades, like the high-speed rail, like the port of Dakhla, and the... من المهم للتنمية في المغرب كما تحدثنا تم العمل في مشروعات بنية تحتية هامة خلال السنوات العشر الأخيرة كالخط السريع للسكك الحديدية وميناء الدخلة وميناء طنجة. هذه المشروعات تساعد المغرب في كونه الجسر المؤدي إلى إفريقيا من أوروبا ومن الولايات المتحدة. وفي هذه الأيام نشاهد الصين تفتح لها منافذ في أنحاء العالم، وفي حالة إفريقيا على سبيل المثال نجد أن الصين تدير معظم مشروعات التنمية في الصحراء الإفريقية الكبرى ولا توفر فرص عمل للمواطنين في هذه الدول. لذلك فعندما نتحدث عن تحسين مشروعات البنية التحتية في المغرب لتسهيل نقل السلع وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل، فإن كل هذا يساعد المغرب في تحسين الوضع الاقتصادي. ويبلغ عدد سكان المغرب 37 مليون نسمة، ولا يدرك كثير من الأمريكيين تلك الحقيقة، وكيف أن المغرب دولة كبيرة تمتلك الكثير من الأموال ولكن يقطنها أيضا عدد كبير من السكان. وأعتقد أنه عمليا ومع مواصلة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية سيمكن للمغرب الوصول بنصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي المحلي بحلول عام 2035 إلى 16 ألف دولار سنويا، وهو هدف واقعي سوف يساعد المغرب والولايات المتحدة وأوروبا، وسيساعد الدول التي تثمن قيمة الحرية بشكل عام. لأننا ندرك أنه عندما تتولى الصين مشروعات التنمية فإنها لا تمنح الدول التي تعمل فيها عائدا طيبا مقابل الأموال التي تقدم لإتمام المشروعات، لأن الصين تأتي ومعها أطقم العمل الصينية. ولذلك أعتقد أن المغرب أبلى بلاء حسنا ويواصل ذلك من خلال الاستثمار المغربي في مشروعات البنية التحتية التي سيكون لها قيمتها في المضي قدما بالمملكة المغربية.